لفت انتباهنا مقال في بوابة أخبار اليوم مناسب جدا لحالة الرعب اللي بتعيشها البيوت المصرية دلوقتي في الواقع ومن سنين طويلة بسبب اللي احنا بنسميه بعبع الثانوية العامة، خاصة مع بداية الشكاوى أمس من امتحان اللغة العربية. المقال بعنوان بعبع الثانوية العامة بقلم الكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد. المقال تناول رصد لسنوات طويلة من تغيير أنظمة الثانوية العامة في محاولة لجعلها سنة دراسية عادية لكن دون جدوى، لتبقى الثانوية هي المرحلة الدراسية الأكثر رعبا للبيوت المصرية، ليكون المستفيد الأكبر من وراء هذا الرعب هم مافيا الدروس الخصوصية اللي تحولوا من معلمين لنجوم مشاهير بلقب زي نجوم الدراما والسينما. هنلاقي حوت الكيمياء، غول الفيزياء، برنس الإنجليزي وغيرهم وغيرهم. وفي مقابل المستفيدين من غيلان الدروس الخصوصية هناك ضحايا من أولياء الأمور اللي دعت ليهم كاتبة المقال بالقول أعانهم الله، داعية أيضا للطلاب بالتوفيق وأن يخفف الله عليهم حر الجو ومطالبة مسؤولي الكهرباء بأن يراعوا ظروف أبنائنا.